لا تنسوا الضغط على زر صابوني أو اشتراك جيم، ثم تفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. سلام البنات، مرحبا بكم معايا في قناتي إبداعات فيفي. اليوم حبيت نبارطاجي معكم هذا الموديل، إن شاء الله يعجبكم، إن شاء الله تستفادوا منه. وقبل ما نبداو في طريقه الخياطه والتفصيل، نحب نشكر بزاف البنات اللي راهم يدعموا فيا ويشجعوا فيا بتعليقاتهم وباللي بارطاج تاعهم في حساباتهم الخاصه وفي المجموعات اللي راهم مشاركين فيهم وينشروا في هذه القناه على قد ما يقدروا. حاب نقول لكم شكرا شكرا لكم، ما تصوروش قد واه تفرحوني. واليوم حبيت نبارطاجي معكم تطبيق لمشتركه معنا في القناه مبتدئه، كانت طبقت الفيديو اللي فات وخرج لها فستان ما شاء الله. نقولها بصحتك ويعطيك الصحة إن شاء الله. وحبيت اليوم نحطه في هاد الفيديو باش يكون بمثابة تشجيع ليكم انتوما، باه انتوما تاني تتشجعوا وتبداو تطبقوا في الفيديو اللي راهم عاجبينكم وتبعتوهم لي في الفيسبوك تاعي، راح نخلي لكم الرابط تاعه في صندوق الوصف. وبهذا الشكل يكون تشجيع جماعي إن شاء الله. بسم الله، نبداو في طريقة التفصيل. ناخذ قطعة قماش نطويها على العرض اللي يتكسل تاع القطيفه بهذا الشكل. العرض هو متر ونصف، نطويها على 4 بهذا الشكل، والطول راح نهز 45 سنتيمتر. لهنا راني راح نفصل لو شورت. لو شورت تاعنا راح يكون تاي اوت، على هذا الاساس هزيت الطول تاعو شويه زايد هكذا. نعين 45 سنتيمتر ونقصه. دركا كل وحدة تهز دوران الخصر تاعها مقسوم على 4 ونزيدو له 2 سنتيمتر. بهذا الشكل نحكم دوران الخصر كيما قلت لكم. انا لهنا راح ندير لاطاي اكس ال، هزيد دوران الخصر 90 سنتيمتر بالتقريب هكذا، ونزيد لها 2 سنتيمتر ونعين نقطة. ومن بعد نرجع إلى أسفل قطعة القماش ونطلع من الأسفل ب 8 سنتيمتر ونعين نقطة هكذا. ومن بعد من النقطة هذه راح نعين دوران الأرداف مقسوم على 4 زائد 1 أو 2 سنتيمتر. لهنا ما نزيدش بزاف خاطر القطيفه كيما على بالكم راهي اكستنسيبل تتكسل، معناتها ما تقلقنيش. بصح لو كان ديروا ساتان لازم تزيدوا اكثر من 2 سنتيمتر. هاي ليكم النقطه جاتني هنا. دركا من هذه النقطه نهبط الى اسفل قطعه القماش بخط مستقيم بهذا الشكل، ونعاود نوصل هذه النقطه الى نقطه دوران الخصر بقوس بهذا الشكل هكذا. لهنا راني قصيت لو شورت هاو كيف خرج لي. نرجع الى الاعلى، فهمكم ستايل. لهنا كي نفتحوا هذا لو شورت، كي نفتحوه هكا رايحين نلقاو هذا الخلف وهذا الامام لاصقين في بعضهم تاع الرجل الاولى، وهذا الخلف وهذا الامام تاع الرجل الثانيه. دركا نحكموا الامامين نقصوا منهم 1 سنتيمتر هكا. هادو الامامين مطويين على 2، راح نحي منهم 1 سنتيمتر بهذا الشكل هكذا ونقصوا هكذا. دركا كي نجيو راح نخيطو، هادي بالنسبة لينا راهي رجل، راح تجيب هذا الشكل. هاوليكم الأمام ناقص شوية على الخلف، وهادي راهي الرجل الثانية. كيف راح يجي الأمام ناقص شوية على الخلف. وكي نخيطو راح نخيطو هذا قوس الخلف بهذا الشكل وقوس الامام بهذا الشكل، ونزيدو نلصقو الالتقاءين من الاسفل، ومن الاعلى راح نديرو لاستيك. هادو هما التقاءي الاسفل، ومن الفوق نديرو لاستيك بهذا الشكل هكا. لو شورت تاعنا راهو واجد.
دركا راح نفصلوا القطعه العلويه او لو بيستي. لهنا رانا نحتاجو قطعه قماش مطويه على 2، طولها هو 15 سنتيمتر بهذا الشكل، والعرض راح نهزو دوران الصدر مقسوم على 4 زائد 2 سنتيمتر، كل وحده تهز دوران الصدر تاعها تقسمه على 4 وتعينوا على قطعة القماش وهي مطوية على 2 بهذا الشكل. هكا تزيدوا لها غير 2 سنتيمتر ونقصوها. اذا نعاود نذكركم، الطول 15 سنتيمتر والعرض هو دوران الصدر مطوي او مقسوم على 4 زائد 2 سنتيمتر. هاي لكم القطعه كيف خرجت لنا. دوكا نعاودو نديرو عليها دي موديفيكاسيون. نجيو هنايا نطلعو باتنين او 3 سنتيمتر، نحطو نقطه ونديرو قوس. هذا القوس يجي على الجهه المفتوحه ماشي الجهه المطويه، هكذا قوس بهذا الشكل. هاوليكم كيف يجي. ومن بعد نرجعوا لهنا للزاويه هذه هكذا، وراح نديروا هذا القوس، هذا يجي داخل وبعد يخرج بهذا الشكل. هكذا هاوليكم كيفاه جاء القوس. هكذا هاي لكم القطعة كي نفتوها كيفاه تجي. دركا نروحو نخدمو لي دو بوني اللي راح يجيو لاصقين في القطعة اللي كنا نفصلو فيها درك. نحكمو قطعة قماش نطويوها على 2 ونزيدو نطويوها على 2 بهذا الشكل، نطويو الطول على 2 والعرض على 2 هكذا. ولهنا لطاي اكس ال راح نهز من التحت 11 سنتيمتر. دوك نقولكم كل طاي قداش نهز فيها. لهنا لطاي اكس ال راني هزيت من الاسفل 11 سنتيمتر، ومن الاعلى هزيت 21 سنتيمتر او 22 سنتيمتر عفوا هكذا. ومن بعد نوصل النقطه هذه وهذه بقوس. هكذا وهنا في هذا القوس نحي منه 1 سنتيمتر ونعين نقطة بهذا الشكل، ومن الأسفل كيف كيف نرجع بواحد سنتيمتر ونعين نقطة، ومن بعد نقيس هذا المنتصف تاعي، هذا نقيسه أنا لقيته هنايا 22 سنتيمتر، عينت المنتصف تاعو اللي هو 11 سنتيمتر، ونوصل هذه النقطة اللي كنت درتها بنقطة المنتصف بهذا القوس، ونزيد نوصلها بالنقطة الثانية اللي درتها من الأسفل. إن شاء الله تكون الطريقة واضحة، اللي ما فهمتش تخلي لي في التعليقات نعاود نشرح لها. ومن بعد نروح لهنا نزيد نعين نقطة، نطلع باثنين سنتيمتر أو واحد سنتيمتر بالتقريب، ونعين نقطة ونزيد ندير قوس بهذا الشكل. وهكا لو بوني تاعنا راهو او لي بوني تاعنا راهم واجدين، خاطر راني طويت على القماش على 4، يعني خرجوا لي لي بوني في زوج. لهنا تقدروا تثبتوا هادو القطع بالإبر باش ما يتحركوا لكمش، وتقصوا في راحتكم يعني.
هكذا كي نفتحوهم رايحين يجيوني لي بوني بهذا الشكل هكذا. هادو القوسين اللي في المنتصف رايحين نخيطوهم بهذا الشكل، والقوسين الاخرين رايحين نركبو فيهم لا دونتيل. دوك في مرحله الخياطه نفهمكم فيهم مليح. وهذا لو بوني الثاني هكذا. نجيبوا القطعه اللي فصلناها كبير، هاي ليكم نوري لكم وين رايحين نخيطوهم. هذه الجهه اللي طالعه هذه هي اللي تجي في المنتصف، وهذا القوس اللي كنا درناه في القطعه السفليه هو اللي رايحين نركبوا فيه القوس اللي يجي من الاسفل تاع لي بوني بهذا الشكل. هكذا دركا نحكم قطعه بهذا الشكل على الجهه اللي تتكسل، نحي منها زوج اشرطه، كل شريط فيه واحد سنتيمتر. هادو راح نديرهم لي بغوتيل اللي تربطوا وراء الرقبه. هاوليكم دركا نحكموا هادو الاشرطه، نكسلوهم هكذا. كي نكسلوهم شوفوا كيفاه القطيفه تتلوى وحدها، انا حبتهم هكا يمدوا شاغم لي بغوتيل، يعني مانيش راح نكفهم، رايحه جوست نجبدهم بهذا الشكل ونديرهم كوم بغوتيل هكذا. جهه منهم راح نربطها، والجهه الاخرى هذه راح نلصقها في لو بوني وهنا راني رسمت لكم كل طاي قداش نديروا لها القياسات تاعها. كيما لا طاي اس راح نديروا 8 على 18 سنتيمتر، لا طاي ام 9 على 20 سنتيمتر، لا طاي ال 10 على 21 سنتيمتر، لا طاي اكس ال 11 على 22 سنتيمتر، ولا طاي دوبل اكس ال 12 على 23 سنتيمتر. دركا نبداو مرحله الخياطه، راح نبداو نخيطو في لو شارت. نحطو الرجل الاولى كما فهمتكم فيها قبيل في مرحله التفصيل على الرجل الثانيه، ونخيطو قوس الامام بهذا الشكل هكذا، ونزيدو نروحو لقوس الخلف بنفس الطريقة نخيطوه هكذا. دركا نرجع الى الاعلى ونخيط لاستيك. انا راح نستعمل لاستيك هذا تاع 3 دوا تقريبا 3 اصابع. راح نهز الطول اللي نحتاجه، رايحه نديرو ناقص شويه على المنطقه اللي راح نركبو فيها باربع اصابع من اليمين واربع اصابع من اليسار بهذا الشكل. هذا هو الطول اللي نحتاجه. نخيطو في بعضه بهذا الشكل، يعني يولي لي هكا، ونحط نجي هذه النقطه تاع التقاء الامامين ونحط فيه لاستيك ونطويه على 2 ونبدا نخيط فيه. رايحة نكسلو غير بشوية ونخيط، نكسل لاستيك بهذا الشكل غير بشوية ونخيط، ما نكسلش بزاف باش ما نفزتش لافينيسيون تاع لو شارت. هكذا نخيط حتى نكمل لو تور كامل تاع لو شارت. هكذا راني كملت لو تور، نعاود نرجع الى الاعلى ونعاود خط واحد اخر، نخلي فقط 0.5 سنتيمتر ونبدا نخيط. راح يكونوا عندي خطين تاع خياطه لهنا، راح يمدلو ان شاغم تجي شغل ثبته من الفوق. هاوليكم الشكل تاع لو شورت كيفاه جا، ها من الخطين اللي كنا خيطناهم. لهنا راني راح نجيب هذه ليتيكات تاع لاطاي، هذا لو رولو نشريوه من عند اللي يبيع لوازم الخياطه. نحي ايتيكات تاع لاطاي نطويها على 2 ونلصقها من الخلف
هذه الخطوه تقدروا تستغناو عليها، اللي ما عندهاش ليتيكات تاع لاطاي تقدر دير بلا بها. دوكا نجيو الى الاسفل، رايحه نكف، راح نطوي طيه واحده فقط ونبدا نكف، ولكن رايحة نجبد شويه القماش، راح نكسلو شويه لهنا في الخياطه، راهي ما تبانش، راح نكسلو شويه ونخيط ونخيط لهنا كيما درت لاستيك لهنا باش كي نجي راح نلبسو ما تقطعليش الخياطه هكذا. دوكا نرجع الى الالتقاءين هادو، راح نخيطهم على جهه الجهه الصحيحه للقماش هكا، هذه الخياطه الاولى. ومن بعد نعاود نقلب على الوجه الخلفي ونزيد نخيط خياطه ثانيه من داخل، يعني من الداخل هكا باش تجي لا فينيسيون تاعها معدوله من الامام ومن الخلف. هاي لكم الخياطه من الداخل وهاي من برا. درك نرجعوا لليبوني، رايحه نركب لا دونتيل في هادو القوسين هادو اللي يجيو على برا. هاي لكم لا دونتيل اللي راح نركبها تاع 1 سنتيمتر فقط، راح نخيطها بهذا الشكل هنا ومن بعد نعاود نقلبها هكا ونحددها مليح تحكم لا فورم تاعها. عليكم نخيط فقط على الحرف تاع لا دونتيل والحرف تاع لو بوني باش ما نديش بزاف القماش، وتبقى لي لا دونتيل اللي راح نقلبها. هاي ليكم كي نقلبها نعاود نحددها بيان بالميكواد تحكم لا فورم، نزيد نعاود النصف الاخر لو بوني بنفس الشكل، نحط لا دونتيل على الوجه الصحيح للقماش ونخيط على الحرف تاعها هكذا. وكما قلت لكم كي نعاود نقلبها تجيني بهذا الشكل ونحددها بيان بالميكواد تحكم لا فورم. دركا نلصق النصفين مع بعضهم من قوس الوسط هكذا. هاوليكم كيف خرج لو بوني. لهنا القطيفه راهي لا فينيسيون تاعها سهله، مانيش راح نعقب سيرفيلاج ولا عفسه، راح نخلي الخياطه كيما راهي خاطر القطيفه تجي لا فينيسيون تاعها نظيفه من الداخل. درك نجيب القطعه هذه، راح نبدا من المنتصف هذا نخيط لو بوني هكذا، نحط لو بوني على الوجه من الوجه الصحيح تاعو على الوجه الصحيح للقطعه السفليه، ومن المنتصف نبدا نخيط ونكسل شويه في لو بوني بهذا الشكل، نخيط ونكسل لو بوني هاليكم. دركا هنا راهي بقات لي مسافه 3 او 4 سنتيمتر، لازم هذه المسافه نحترمها من الجهه الاخرى باش ما يجيونيش لي بوني مديكالين على بعضهم، يعني نعاود نبدا البوني الثاني من نفس المنطقه او من نفس النقطه اللي خلصت منها لو بوني الاول ونكسلو حتى نوصلو الى نقطه الالتقاء تاعو مع لو بوني الاول بهذا الشكل هكذا. دركا نحكم لاستيك، راح ندير الخلف راح يجي غير هذه قطعه لاستيك، والطول تاع لاستيك راح يكون اقل من هذه القطعه ب 4 سنتيمتر من الجهتين كما كنا درنا مع لو شارت. لهنا راح نعين المنتصف على الوجه الصحيح للقطعه ونلصق عليه لاستيك من الجهه هذه هكذا. كي نرد لاستيك ها كيفاه يجينا. دركا نعاود نرجع الى الجهه الخلفيه نطوي عليه القماش بهذا الشكل، يعني شغل نكف فوقه هكذا، نطوي القماش طيه اولى ثم طيه ثانيه ونكف على لاستيك، شغل نغلف به لاستيك هكذا.
هاي ليكم كيفاه جات. دركا من الاسفل رايحه كيف كيف نكف نطوي طيه ثم طيه ثانيه ونزيد نغلف الجهه الثانيه لاستيك، ولكن بعد ما نكون ركبت الجهه اللي ملهيه هكذا راني ركبت الجهه الثانيه. نروح نكف من الاسفل كما قلت لكم، نطوي طيه اولى ثم طيه ثانيه بهذا الشكل ونكف حتى نعود نوصل الى الجهه الثانيه اللاستيك. نعود نذكركم دائما باللي اهم مرحله في الخياطه هي مرحله الكي بالمكواه، لازم تبازيو عليها مليح خاطر هي اللي تخرج لكم لا فينيسيون وتجي تجي شابه. هكا هنا لحقنا للجهه الثانيه نثبتوها بهذا الشكل وهكا لو بوسي تاعنا راهو واجد. عليكم هاوليكم الطقم تاعنا راهو واجد بعد ما كنت حددته مليح بالميكواد. ركبت له لي بروتيل كيما قلت لكم، ولهنا درت دو نو، واحد في لو بيستي واحد في لو شورت بنفس الطريقه اللي درنا بها لي بروتيل. ولهنا نكون وصلنا الى نهايه الفيديو، نهايه الدرس تاعنا، ان شاء الله تكونوا استفدتوا منه. ما تنساوش اللي عجبها الفيديو تخلي لي جام وخليوا لي رايكم في التعليقات، رايكم يهمني بزاف. ودمتم في رعايه الله وحفظه، والى اللقاء في الفيديو القادم ان شاء الله.